سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يتم عليكم وعلي ان شاء الله. نرحب بالمشتركات، نقول اهلا وسهلا بكم على برنامج المشتركات وحبيبتي المنورين. نقول لهم ديما راكم زينين بتعليقاتكم الجميله. اليوم حبيبتي حنشارك معكم تحليه سريعه وهي شبيهه للامباسادور والذوق تاعها ما شاء الله، خاصه يعني اللي يحبوا ذوق تاع الشوكولا. انا هنا يعني راح نشرب الكيكه تاعي بصوص تاع الشوكولا، جي ذوق تاعها ما شاء الله. وكنت يعني شاركتها معكم في الروتين من قبل وطلبتوا مني الوصفه، وعدتكم وتكم يعني راني مصورتها فيديو حدها، ان شاء الله المره الجايه نحطها لكم. هاني اليوم حطيتها لكم، يعني استسمحكم برك اني طولت عليكم ما حطيتهاش ثمثم. التحليه تاعنا كما قلت لكم مكونات بسيطه، وان شاء الله تكون مكونات حكم متواجده عندكم في المنزل وتجربوها وتفرحوا بها افراد العائله تاعكم، ولا اذا جاكم ضيف على غيره. هاي لكم التحليه تاعي، انا درتها في هذا العلب، اتمنى الصوره تكون واضحه، ودرتها بذوقين يعني ذوق تاع الشوكولا والكوتي الحلو، يعني خليت الكريمه تاع الشانتي تاعي خليتها بيضاء، اتمنى الصوره تكون واضحه. هاي لكم كيفاش تجي، صدقوني تجي ذوق تاعها ما شاء الله وتجي بنينه. نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة، إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء تاعكم باش تعم الفائدة. إن شاء الله كامل تجربوها وتفرحوا بالنتيجة تاعها. خليكم مع الفيديو. هنا بدنا على بركة الله نشوف المكونات اللي نحتاجوهم واش نحتاجو. نحتاجو حبة نتاع بيض، نحتاجو زوج مغارف تاع سكر، نحتاجو فاني، نحتاجو ثلاث مغارف تاع زيت، ثلاث مغارف تاع حليب، نحتاج نص كيس تاع خميرة ونصف كأس تاع فارينة. نتمنى المقادير تكون مفهومة، راني كتبها لكم في صندوق الوصف. المهم عندنا حبة بيض، زوج مغارف سكر، ثلاثة حليب، ثلاثة زيت، فاني، نص كيس خميرة، نص كيس تاع فارينة. انا نجيب الاناء تاعي ندير فيه حبه تاع البيض، نفرغ عليه زوج مغارف تاع سكر، وندير الفاني، انا عندي لافاني سائله، ثم ديروا بودرة ولا ديروا فاني بودر ولا ديروا زيت برتقال ولا زيت الليمون كما تحبوا. ونخلط البيض مع السكر، نضيف الحليب، نتأكد بلي السكر تاعي يذاب لي، ونضيف الزيت، نضيف نصف كاس تاع خميره ونصف كاس تاع فرينه. انا الفرينه تاعي هنا راهي مغربله، ثم الفرينه تاعكم مش مغربله غربله، وندير نصف كاس تاع خميره، المهم مكونات بسيطه واقتصاديه متواجده في جميع المنازل. نخلط كلش مع بعض. هنا انا البلاطو تاعي راني دهنته بالزيت ورشيته بالفرينه، ونفرغ الخليط فيه، يعني الاثناء راني مشعله الفرن تاعي. انا درك نفرغ الخليط تاعي في البلاطو وندخلو للفرن، كي طيب نرجع نكمل معاكم. عليكم انا فرغت الخليط تاعي، راني مشعله الفرن، درك ندخل البلاطو تاعي للفرن، كي طيب نرجع نكمل معاكم.
انا درت الكيكه نتاعي للطيب، دخلتها الفرن. ها حنا نطلع البودره تاع الشانتي باش نتحصل على كريمه الشانتي. هنا عندي بودره الشانتي، عندي زوج كيسان، وعندي هنا ماء بارد. ماء بارد يعني يكون في حاله التجميد، يكون بارد بزاف. اما تحبش دير الحليب، تحبش دير الماء دير الحليب، بصح انا نفضل يعني ندير الماء احسن. هنا البودره الشانتي تاعي راح تكون الكريمه تاعي راح نديرها بلونين، نص راح نخليه ابيض ونص راح ندير له الكاكاو والشوكولا باش نتحصل على اللون البني. انا نطلع البودره تاعي تاع الشانتي ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض. هنا انا بعد ما طابت الكيكه تاعي قطعتها كما راكم تلاحظوا مربعات، هايكم هنا الصوره تكون واضحه. هنا انا البودره لا كريم شانتي تاعي قسمتها على اثنين، جزء درته يعني بني وجزء خليته ابيض. هاديكم دوك نديرهم في لاكوش باش نخدم بهم. هنا انا كانت عندي صوص شوكولا، هنا حنا نشمخها بصوص تاع شوكولا. نتوما راكم الاختيار، تحبوا بصوص شوكولا ولا يعني ديروا جي ولا نسكافي واش بغيتوا، يعني تبقى ادوار. انا هنا كانت عندي صوص شوكولا كنت خدمتها من قبل، هذه صوص شوكولا يعني سهله التحضير. كنت دايره سكر وحليب وكاكاو، خليتهم غليو مع بعض وطفيت عليهم. انا كنت خدمتها من قبل عندي في الثلاجه جبتها، مش شرط يعني تقدروا ديروا اي شيء تحبوه تفضلوه نتوما، تحبوا نسكافي تحبوا حليب تحبوا عصير لكم الاختيار. انا عندي شويه الشوكولا درتها بالشوكولا، وعندي هذو العلب عمرت بهم، عمرت الكيكه تاعي بعد ما قطعتها درتها في العلب كما راكم تلاحظوا. ودوك ندير عليهم صوص الشوكولا. نشربهم بالصوص تاع الشوكولا هذه. نكمل نعمر العلب تاعي كامل بالكيكه ونشرب الكيكه تاعي كامل بصوص الشوكولا، ونرجع لكم باش نكملوا التزيين مع بعض بلا كريم شونتي. انا بعد ما كملت العلب تاعي كامل عمرتهم بالكيكه وسقيتهم بالصوص الشوكولا، هنا درت لا كريم شونتي تاعي في لاكوش السوداء وحدها والبيضاء وحدها باش ندير جهه بيضاء وجهه سوداء. راح نبدا نشكل انا الكريمه تاعي. وجهي كما قلت لكم جهه راح نديرها بيضاء وجهه راح نديرها سوداء. انا بديت بالبيضاء وبعد ذلك نمر ندير الجهه السوداء. هو بلا كوافيز انا كملت الحبات نتاوعي بعد ما زيتهم بالكريمه كريم الشونتي جهه بيضاء وجهه سوداء. ها ليكم كيفاش درتها، من الصوره تكون واضحه. انا درك ندخل الكريمه التحليه تاعي للثلاجه ومن بعد نوريكم شكلها النهائي. هنا لكم انا حبيباتي التحليه تاعي شبيهه الامباسادور، صارت جاهزه بعد ما كملت درت الكريمه تاع الشونتي بلونين، واحدة بنية واحدة بيضاء كما راكم تلاحظوا. درتها في الثلاجة، هنا راح نقدمها لهم. ها لكم، نتمنى الصورة تكون واضحة. انا هنا اكتفيت غير بلا كريم شونتي، ما بقيتش نزينها بحاجة اخرى من فوق. نتمنى بغيتو تحبوا تزينوها يعني بحاجة من فوق، تقدروا ديروا لها كاوكاو، تقدروا ديروا لها لوز، تقدروا يعني ديروا لها نوات كوكو، يبقى التزيين اختياري. انا نحبها بهذا الشكل. هنا يعني درتها بعدة طرق. هنا اللي يحب ياكل الشوكولا بزاف درت له تاع الشوكولا كمية شوكولا اكثر من البيضاء. هنا اللي يحبوها قد قد، هنا اللي يحب البيضاء اكثر من ذوق الشوكولا، يعني افراد عيلتك تاع كاش يحب الذكي. اللي يحبوا الشوكولا بزاف درت لهم شوكولا بزاف، اللي يحبوا تكون التحليه تاعهم فيها الابيض بزاف خليتها لهم. نتوما التزيين يبقى اختياري، يعني قلت اكتفيت بهذا الشيء فقط. نتوما تحبوا تزينوها من فوق بالكوكب، تحبوا باللوز، تحبوا بالنواس كوكو، يبقى يراجع لكم هذا الشيء. هاي لكم انا التحليه تاعي شبيهه الامباسادور، صارت جاهزه. كنت يعني وريتها لكم من قبل في الروتين وطلبتوها مني بزاف، قلت لكم راني مصورتها لكم فيديو وان شاء الله نحطها لكم. هاي لكم، يعني استسمحكم اني طولت عليكم باش حطيتها للناس يعني اللي طلبوها بزاف وقالوا لي حطيها هنا. هاي لكم، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، يعني بمكونات اقتصاديه نتوما فرحين افراد العائله نتاعكم. حتى ولا جاكم مضيف على غيله يعني تقدروا ديروها باسكو ثمثم توجد.
نتمنى الصورة تكون واضحة. نتمنى انكم تجربوا التحلية شبيهة الامباسادور وتعطوني رايكم عليها. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم فيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع اصدقائكم، واش تعملوا فائدة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.